ورحت الجبهة، رجعت من هناك من 68 لغاية 71، كانت الفرقة اللي أنا فيها الفرقة التالتة، وأنا كنت ماسك فيها قائد كتيبة مدفعية. رجعنا المنطقة المركزية، فسمحت لي الفرصة أن في بعض الأحيان أروح النادي، ومن ضمن هذه المرات قابلت وكنت بقابلهم كتير، فتحني الكابتن صالح والكابتن عبد الصالح الوحش وجوهري، لأن هم كانوا ماسكين الكورة في الفترة دي، إن أنا أجي أشتغل معاهم. فأنا حقيقة قلت لهم أجي أعمل إيه؟ يعني في مدير وفي مدرب وفي إداري، يعني ماليش مقلق، بس تعالى وهتساعد صالح وهتبقى ليك دور، بس تعالى. قلت لهم بإذن الله. شاءت الظروف إن أنا اتنقلت، يعني كنت لغاية 72 وبعد 72 كده في منتصفها اتنقلت الكلية الفنية كمدرس، بدرس تكتيكات مدفعية وطبوغرافيا، فأصبحت الفرصة متاحة لي أكتر إن أنا أروح النادي الأهلي، فابتديت فعلا أمارس عملي كمساعد للكابتن صالح السجن، واستمرنا كمساعد لصالح لغاية ما نجح هو في مجلس، فبقى عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، وأصبح طبقا للوائح إنه ملوش الحق يبقى مدير الكورة. مسكت أنا عملية مدير الكورة، وخلال هذه الفترة طبعا كانت عملية فترة صعبة جدا لأسباب كثيرة. السبب الأولاني إن احنا الفترة اللي لما تسبق هذه ما كانش فيه كورة وما كانش فيه تدريب، وبالتالي ما كانش فيه تركيز على اللعيبة إنها تحضر وتتدرب بجدية، لأنهم كانوا معظمهم تلامذة وبيذاكروا ولمصلحتهم، بعضهم حتى كان سافر لبره عشان يشتغل يلعب بره. فكانت عملية صعبة بقى إنك أنت تيجي تلم وتعيد الدفة وتحطهم على الخط السليم. ففوجئت اثناء العمل البسيط دوت ان بعض اللعيبه لما احطه على الخط يروح يقول لصالح سجن عشان يشتكي عشان يعمل، وللحقيقه عمر صالح ما رد عليهم اي رد، ولكن انا اعتبرت ان هو بيجد ثغره ينفذ منها ممكن تعمل مشاكل في المستقبل. فرحت للفريق مرتجي وكمال حافظ وكمان بيحافظ، وقلت لهم أنا ما ينفعش المركب يقودها اتنين، لإما صالح يرجع يمسك مدير كورة لإما ألغي الإشراف. قال لي خلاص نقعد ونتكلم مع صالح. قلت لهم لا، أنا اللي هتكلم مع صالح، لأن كانت علاقتي بيه قوية جدا. فقعدت معاه ما خدتش والله دقيقة، قلت له الموقف في الملخص، قال لي لا خلاص نلغي الإشراف وأنت مسؤول. هي كان الهدف منها استقلالية جهاز الكورة، وإن اللاعب ملوش دخل بأي حد تاني إلا بالجهاز، وبالتالي تقدر تظبط الأمور. طبعا بعد ما اتلغى الإشراف أصبح الموقف بالنسبة للعيبة ملهمش غير قدامهم عزة، لو في مشكلة هو اللي هيحل وهو اللي يربط فيها. طبعا كان في أحاديث